تكون مفاجئه في منطقه تعاني من خلل من خلل امني منطقة شمال مالي وتحديدا اقليم الازواد هو اقليم متوتر من عام 2012 تحديدا ومع ظهور يعني ما يعرف بالجبهه الوطنيه لتحرير لتحرير الازواد التي سيطرت على المدينه بالكامل قبل ان تفقد سيطرتها لصالح القوات الـ القوات, الـ القوات الاجنبيه. المنطقه عادت الى حياتها الطبيعيه تقريبا مع عام 2018 و2019 وحتى المواطنين عادوا الى ديارهم وسعوا الى ان يرتبوا حياتهم يعني يرتبوا حياتهم المدنيه من من جديد. ترتيب الحياة المدنية اكيد فتح الابواب واسعة امام الانشطة التجارية والاجتماعية والاجتماعية في ذات في ذات الوقت لكنه المنطقة ظلت انه منطقة غير غير آمنة الفترة فترة الاختلال الاختلال الامني يعني فترة الحرب الاهلية ما بين الازواج وما بين القوات الاجنبية والسلطات السلطات الرسمية في في الجنوب أه خلفت أه خلفت مظاهر سلبية من هذه المظاهر السلبية هو تشكيل عصابات تشكيل عصابات إجرامية أه مختلفة وكذلك قاطعية قاطعية قاطعي قاطعي طرق أه طبعا لا وجود ل لجهاز أمني يعني قادر على أن يضبط من هي الجهة التي تقف وراءها قطاع قطاع هؤلاء حقيقه هناك بالنسبه لو نعتمد على بيان وزاره الخارجيه الجزائريه هو وصفهم بانه عباره عن عصابات عصابات اجراميه متواجده في هذه المنطقه تحتاج على عمليه السلب والنهب وبنفس الوقت الحصول على الحصول على الفديه. لكن في ظل الاجواء المتوتره التي يعني الاجواء الاقليميه بشكل عام وليس اقليم الساحل الافريقي فقط يعني في ظل الاجواء نقول انه العمل من الممكن جدا ان يحلل من زاويه من زاويه اخرى ان استهداف استهداف قافله جزائريه قافله تجاريه متكونه من سبع من سبع من سبع, من سبع شاحنات وايضا يعني لا ترافقها حماية لا ترافقها حماية أمنية وفي كل شاحنة سائق سائق جزائري بمعنى أنه يفترض أن يكون الطريق يفترض أن يكون الطريق آمن يعني